سوف يتم تخريج الرحلة رقم 11 إلى منبج، والبالغ عدد عوائلها 67 عائلة و 236 شخص، وذلك تنفيذا للقرار الصادر عن المجلس التنفيذي لشمال وشرق سوريا. وتأتي هذه الرحلة بصدد الرحلات التي قمنا بتسييرها منذ بداية صدور هذا القرار، من بعد دير الزور رحلتين، ومن بعد أيضا الرقة رحلتين والحسكة رحلتين. هي اكثر شيء خوفنا انه طلعنا مشان اولادنا وندور على مكان الامن بيه، وال يعني المكان اللي الله سبحانه وتعالى يكون يعني مرتاحين بيه، فهمت علي؟ يعني هذا السبب اللي بدنا احنا ندور عليه. فاجينا هنا على المخيم لقينا انه يعني صرنا نخاف اكثر من برا. صح انه في مشاكل برا، بس بالمخيم صار يعني وضحنا خوف اكثر. يعني هذا السبب اللي بدنا نطلع مشانه، فهمت علي شلون؟ هذا يعني هذا الاسباب كلياتها اللي بدنا نطلع مشانها. واكثر شيء قلت لك الصوبه والخيمه هي تاع خوفنا. تجي المنظمات، تجي يجون شايلين أدوية الخمس أشخاص العشر أشخاص مو أكثر، يعني ما خصوصا بهالبرد العالم قريب الكورونا الرشح الكل هذا بده أدوية، هما ما عندهم أدوية. تروح أنت يروح الطفل راح يموت ما تلاقي له أدوية، أدوية تشتري أنت على حسابك ما بي، ما يعطون، ما بي، ما لك مجال تشتري، ما بي يعني ما بي صيدليات مفتوحة أنك تشتري أنت علاج لك والأطفالك، ما بيها هاي الشغلات هاي كلها مي موجوده.